احنا بصراحه في السنوات الاخيره فعلنا موضوع الجبايه، يعني كانت جبايات الامانه بحدود ال 100 مليار 90 مليار، اليوم احنا العام الماضي تجاوزنا 220 مليار كجبايه الامانه، وهذا العام لدينا اهداف اعلى من خلال اعاده مسوحات المكلفين بدفع الجبايات والرسوم، الفنادق، البنايات التجاريه. طيب. وغيرها، وايضا احنا بهدف التحول الرقمي لامانه بغداد لغرض الوصول الى الارقام الحقيقيه للجبايات المتاتيه من عقارات امانه بغداد او من المكلفين بدفع الرسوم للامانه.